شباب يا شباب، جونا 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 جونا، والله ما صار لي دقيقة، يمكن ما والله العظيم ما استنيت دقيقة وانهم جايين. لا يا حيوان يا موس، لا يا موس. لا ما استنيت دقيقة وانهم جايين، والله العظيم. خليني ارجع استنى، بس استنى شوي، ندي عليهم مرة تاني. طبعا يا شباب لازم نجيبهم حاليا، كلهم اجوا اتوقع كاملين. جولد اضرب جولد كاش 406. وين الثاني؟ وينه؟ ما بقى اعرف. هاي هون الثاني سيلفر اتوقع، هاي الاولى. الثانيه ما بعرف اي وحده كانت الاولى واي وحده الثانيه. وحده جالسه كمان، لازم انتبه اذا اجونا بط عشان اتخبى بسرعه. اي وحده كمان سيلفر كمان، كله نوع الملار. ايه نوع الملار. وهذا سيلفر، ما ضل شيء على اتوقع الموجة الجاي اللي راح يجون بعد شوي، اكيد راح يكونون اكيد راح يكونون شيء حلو. دايموند، يلا نعيد الكرة من جديد، نستنى والنادي. بصراحة يا سماعة صار لي تقريبا 10 دقائق استنى، لحد الآن ما شفت ولا بطة. طبعا ما مشي الحال، صار لي وقت عم استنى. خليني اشوف اغير الوقت، نحط الوقت مش هون، اتخذ نحطه على الصبح. الطريقة هاي نرجع نستنى ونصيح. اوف صار لي ساعة بستنى، اخيرا اجي السرب الثاني. طيب حصلنا شوي. خليهم يتجمعوا وبعدين باخذهم، احتمال يجي غيرهم. هاي وحدة سمك بالمي، تنتين، ثلاث بطات يمكن، بس مو ولا اكثر، اتوقع ثلاثة بس، ثلاث بطات. خلينا ناخذهم ان شاء الله. دايموند سيلفر سيلفر سيلفر، بس قربنا على هذا، ها قربنا كثير. نرجع ونستنى
والنادي على الباب. الحدران صارت مرت 5 دقايق تاني، يعني صاروا 10 دقايق. يا الموس، شكلي حاليا انا بالبط مشغول. شوفي القرون، خلينا نستنى لسه كمان نستنى. حرامات والله الموس راح يروح لنا، مشغولين بالبط. جاي علي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا اخويا. لا والله اجيبه هذا المسدس، ها مسدس قوي يجيبه. راح احاول. سامحني ما قدرت ما قدرت. طيب اروح اقول لحالي اروح اجيب الموس، اغير الوقت احطه العصر. الموس وحطوا العصر الوقت. شوف الموس والله سلفة بالقلب. نحط وقت العصر. بسرعة ارجع لجوا قبل ما يجون. راح تكون اخر محاولة يا شباب، راح استنى ربع ساعة تاني وبعدين شوف ايش اللي راح يصير. ان شاء الله خير. اجوا اجوا، اشوفهم 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 اشوفهم. راح ينزلون راح ينزلون راح ينزلون. كلهم يجون من هاي الجهة. ايش في بهاي الجهة؟ هاي الجهة تقريبا عم يجوا. كم هذا؟ 1 2 3 4، لازم اجيب الاربعة لازم. تعالم 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 يا الربع تعالم. لا خمسة أربعة، ما بعرف ما بعرف ما بعرف، بس كانوا راح علي، ما كنت معشق مخزن السلاح. طيب يلا، واحدة 11 حلو. هاي رقم 2 هون، سلفر 11 طايرة بالجو. والله يمكن واحدة منهم هربت، هذيك واحدة ثانية ثالثي أربعة والله يمكن، بس ما أقول أربعة يمكن. هي والله أتوقع بس أربعة. طيب حلو تمام، وانا شفت بس اربعة على كل حال. هاي كمان الكاش 302، بدنا جولد. اول بطة شلتها كانت جولد، بس بتوقع انها كانت ذكر. اقول هاي ما اطلع كمان صيد حلو. هاي اخر وحدة سيلفر 14، اوه قريبة للجولد والله. عشان هيك ذكر، هم شايفين. هذا كان فيديو اليوم يا شباب، اذا حابين تشوفون شلون تصيد البط فعندي فيديو سويته.
سويته، بس لازم شوية مونتاج وانزلكم اياه. اتمنى اذا عجبكم الفيديو لايك اشتراك وشير، اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.